السيسي يعلن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر ويؤكد استمرار الحرب ضد الفساد والإرهاب. استشهاد 4 من عناصر القوات المسلحة في سيناء والجيش يتمكن من تصفية 20 إرهابيا. في أول حديث للشعب الأمريكي ترامب يعلن أن قرار حظر دخول اللاجئين إلى بلاده غير موجه إلى المسلمين. صباحا من لايف، اهلا بكم. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تحويل مدينة أسوان إلى عاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي. وخلال كلماته في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب، أكد السيسي على عزم مصر على مواصلة حربها ضد الإرهاب والفساد، مشيرا إلى أن مواجهة الفساد تتطلب مساندة الجميع. بعدد من القرارات والتوصيات المهمة اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب بمدينة أسوان بمشاركة 1300 شاب وفتاة. وفي ختام المؤتمر أعلن الرئيس السيسي عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، وتعهد بتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقي، فضلا عن تشكيل لجنة لمراجعة التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي. إنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018. إطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد خلال الست شهور القادمة. لم يغفل الرئيس السيسي خلال ختام المؤتمر أن يكرر مرة أخرى عزم الدولة المصرية على مواصلة حربها ضد الفساد والإرهاب، مشيرا إلى أن القتل والتدمير ليس سبيلا للبناء، وأن مواجهة الفساد تتطلب مساندة من الجميع للوقوف في وجه هذا الخطر. اليوم الثاني للمؤتمر الشهري الثاني للشباب شارك خلاله الرئيس السيسي في جلستي الصعيد بين التحديات وأفاق التنمية، والتي ناقشت الجهود الجارية التي تقوم بها الدولة للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه محافظات الصعيد، والأخرى حملت عنوان مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، والتي عرض خلالها التحديات المتعلقة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخلال الجلسة الثانية أشاد السيسي بما قدمه أهل النوبة من تضحيات مقدرة خلال مسيرة بناء الوطن، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية النوبة والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها لأهلها، مشيرا إلى أن مصر قادرة على التصدي لمن يحاول خلق فتنة بين أبناء شعبها، وأنها باقية بوحدة أهلها، معربا عن ثقته الكاملة في أن مصر ستحقق النهضة التنموية التي يتطلع إليها أبناؤها. اعتبر رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن ارتفاع نسبة الفقر تمثل أهم التحديات التي تواجه الصعيد. وخلال تصريحات لأونلايف أكد إسماعيل أن الحكومة تعمل على تطوير البنية الأساسية والتشريعية لتهيئة المناخ أو المناخ أمام الاستثمار في الصعيد. الحل الدائم طبعا هو بأن احنا الصعيد يكون جاذب للاستثمار، وأنه تقام فيه صناعات وتقام فيه مشروعات كبرى، وده اللي بيتم في المرحلة الحالية. لنجاح هذا في تعديلات تشريعية، في تطوير للبنية الأساسية، في تطوير للمرافق، في زيادة في الطاقة الكهربية، في طرح أراضي جديدة بالمنطقة، في مدن جديدة هيتم إنشائها إن شاء الله في غرب النيل في عدد من المحافظات، في اهتمام بمشروع زي مشروع المثلث الذهبي، في برضو زراعة الأعشاب الطبية وخلافه. كل دي مشروعات مطروحة في المرحلة الحالية. بيتم أيضا على المدى المتوسط تطوير لمعامل أو معمل التكرير في مدينة أسيوط، بهدف أن احنا نوفر احتياجات أسيوط من السولار والبنزين والبوتاجاز،
ويقل الاعتماد على توفير هذه الاحتياجات من الشمال بحيث أن الصعيد يغطي نفسه. من جانبه أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء أن الكهرباء لن تنقطع بعد الآن ولن يحدث تذبذب في التيار كما كان يحدث سابقا، موضحا أن هناك محطات كهرباء أنشئت على مدار الأربع سنوات الماضية تنتج ضعف ما تنتجه مصر في 55 عاما. كشفت داليا خرشد وزيرة الاستثمار عن وضع خطة استثمارية ومنهجية لجذب الاستثمار في جميع المحافظات ومن ضمنها المحافظات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن الوزارة تعمل على خلق فرص استثمارية أكثر في محافظات الصعيد. أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر وجود تجمعات صناعية مميزة في مصر، من بينها تلك المتخصصة في صناعة الأثاث والمنسوجات والسجاد في سوهاج وأخميم، غير أنها شددت على ضرورة زيادة هذه التجمعات لتوفير مزيد من فرص العمل واستيعاب الشباب. كل البيانات المصرية والعالمية بتؤكد أن القطاع الصغير المتوسط هو اللي هيكون موفر لوظائف في الفترة القادمة. أنا وعايزة أربط بقى الاثنين مهمين، المصانع الكبيرة مهمة والصناعة الصغيرة، وربطهم هو الأهم، لأن زي ما احنا قلنا المصنع الصغير المستثمر الصغير مش يعني قلقان ياخد مخاطرة ويعمل مشروع وما يعرفش يسوق السلعة بتاعته فيتعثر، وعنده حق. فهو لما يبقى عارف ان السلعة دي هيكون لها سوق وان هو هيقدر المنتج ده هيديه للمصنع الكبير هيستعمله مواد خام بدل ما هو يستورد، فالربط ده هو مهم. لذلك احنا كحكومة أولوية المشاريع الصغيرة المتوسطة، أولوية الشباب، أولوية المرأة. كشف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن وجود أكثر من 28 منطقة صناعية في الصعيد، وفي لقاء مع أون لايف أشار قابيل إلى ضرورة العمل بطريقة مختلفة على النمو الصناعي في الصعيد. الهدف من هذه الاجتماعات أن احنا نشرح للشباب إيه اللي عملناه وإيه اللي بنخطط نعمله، وفي نفس الوقت نسمع آرائهم. اتكلمنا على ايه اللي هنعمله، المجمعات الصناعيه اللي هنعملها في الصعيد، عدد المناطق الصناعيه الصعيد عندنا اكثر من 28 منطقه صناعيه، محتاجين نشتغل بشكل مختلف على النمو الصناعي في الصعيد لان ده يمكن تراجع في خلال السنين القديمه. في نفس الوقت اتكلمنا على اهميه المشروعات الكبيره العملاقة والمشروعات الكبيرة اللي بتفتح وراها مجالات عديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. شرحت يمكن أول مرة أشرح شوية باستفاضة للشباب مشروع المثلث الذهبي، ده مشروع كبير جدا قومي هيتعمل على عدد كبير من السنين، هدفه أنه ينقل جزء من أو يستوعب الكثافة السكانية زائدة من وادي النيل إلى هذه إلى المجمع الذهبي المثلث الذهبي، بالإضافة إلى نمو اقتصادي ومشروعات كبيرة جدا. بيشتغل على صناعات تعدينية والتعدين، بيشتغل على صناعات زراعية وزراعة، وبيشتغل على سياحة. احتضنت مدينة أسوان تاريخي المؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي استمر على مدار يومين، وجاء اختيارها لتمتعها بمناظر طبيعية خلابة وأماكن أثرية. تفاصيل أوفى حول ساحرة الجنوب. مدينة بها من السحر ما لو تم توزيعه على مدن مصر لكفتهم جمالا، فمعابد تتوسط نهرا هو شريان الحياة، وأخرى نحتتها أياد فرعونية في جوف الجبل فعرف منها المصريون القدماء الإله الواحد، وجزر نمت فيها محميات طبيعية فصارت مثالا فريدا لإبداعات لا تقوى عليها يد بشرية. أسوان ساحرة الجنوب هكذا يعتبروها أبناؤها، وتتضمن معهم الطبيعة في تأييدهم، فالمدينة ذات المليون ونصف المليون نسمة تحوي من الآثار الفريدة ما يجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم. تضم المدينة عدداً من المعالم الأثرية، منها جزيرة فيلة التي تفصل النيل إلى اتجاهين معاكسين، وجزيرة إجليكا التي تم تجميع معبد فيلة فيها بعد بناء السد العالي، بالإضافة إلى معبد أبو سمبل المنحوت في الصخر والذي بناه الملك رمسيس قبل ما يزيد عن 3000 عام.
وجوه سمراء تعكس لمعانا وبريقا حين تلوح أشعة الشمس لها، تخترق أشعة سفنهم مجرى النهر يوميا، فتكتب حكايات تتناقلها أجيال عن إنسان تحدى الطبيعة منذ أن كانت صحراء. هذه هي المدينة التي احتضنت شباب مصر، ومنها تنطلق رؤيتهم لمستقبل هذا البلد. ومقتل 20 إرهابيا بشمال سيناء. وأضاف المتحدث أن قوات الجيشين الثاني والثالث دمرت عددا من البؤر الإرهابية ونفقين رئيسيين وخمس فتحات لأنفاق، مشيرا إلى أنه تم تدمير مخزنين للعبوات الناسفة وورشتين تستخدمان في تصنيع متفجرات. أكد وزير الخارجية سامح شكري على إيمان مصر الراسخ بأهمية آلية مراجعة النظراء كوسيلة فعالة ومحفزة على تحقيق التنمية الشاملة بالدول الإفريقية، وشدد على دعم مصر لنشاط الآلية التي تعكس تمسك إفريقيا بمبادئ الحكم الرشيد والتنمية الشاملة. جاء ذلك خلال كلمة شكري في اجتماع قمة آلية مراجعة النظراء في إطار فعاليات الدورة 28 للاتحاد الإفريقي. وأضاف شكري أن الآلية تهدف إلى تحفيز التعاون والتكامل الإقليمي. كشفت وثيقة طلعت عليها وكالة رويترز أن الدول الإفريقية تدرس انسحابا منسقا من المحكمة الجنائية الدولية حال لم يتم إصلاحها لمعالجة ما تعتبره انحيازا ضد القارة، ومن المتوقع أن تعرض الوثيقة على قمة الاتحاد الإفريقي التي تعقد الأسبوع الجاري في إثيوبيا. إن كنت منتميا لدولة قوية ستضمن ألا يلاحقك القضاء الدولي مهما ارتكبت من فظائع، وإن لم تكن فاعلم أنك مستهدف وستلاحق حتى لو كنت رئيسها. فحتى الجنائية الدولية لن تنصفك وهي المتهمة بالانتقائية ومشكوك في إحقاقها العدالة المنشودة. هذا الشك والانحياز دفع ثلاث دول إفريقية إلى إعلان نيتها الانسحاب من المحكمة. إلى أن ذكرت وثيقة كشفت وكالة رويترز بعض تفاصيلها أن دول القارة تدرس انسحابا منسقا من الجنائية الدولية إن لم يتم إصلاحها لمعالجة الانحياز ضدهم وتنهي ازدواجية المعايير. ولم تكتفي بلدان القارة بالحديث عن نيتهم الانسحاب، بل أيضا وضعت استراتيجية لتنفيذ هذه الخطوة حال عدم الاستجابة لمطالبها. وتدافع الوثيقة عن إقليمية القانون الدولي في إشارة إلى مقترحات لإنشاء محكمة إفريقية لجرائم الحرب. اتهامات القارة السمراء ليست بجديدة أو محض افتراء، فدولها تستند إلى واقع أن المحكمة منذ إنشائها قبل حوالي 15 عاماً لم توجه اتهامات سوى لأفارقة بينهم الرئيسان السوداني والكيني، رغم الملفات الكثيرة المقدمة إليها ضد دول أوروبية وفي أمريكا الجنوبية. وحال انسحاب الدول الإفريقية التي تشكل حوالي ثلث أعضاء المحكمة البالغ عددهم 124 عضوا، سيشل هذا محكمة أخفقت في مهام أبرزها ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية من العقاب. إلى هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وإلى سوريا. أعلن التلفزيون السوري أن سلاح الجو استهدف تنظيم داعش الإرهابي في الحويغة والرجدية ومحيط المطار بدير الزور. من جهة أخرى، دخل الجيش السوري للمرة الأولى منشأة عين الفيجة التي تزود العاصمة دمشق بالمياه، والتي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة منذ أكثر من 4 سنوات. وذكر التلفزيون السوري أن الجيش دخل بلدة عين الفيجة بريف دمشق ورفع العلم السوري فوق منشأة النبعة. يعيش اللاجئون السوريون في مخيمات الإيواء في لبنان ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، خاصة مع برد الشتاء القارس، فضلا عن نقص الغذاء والخدمات الأساسية، ما يعرض الأطفال هناك إلى خطر شديد. لا شيء يحميهم من برد الشتاء سوى هذه الأكواخ والخيم البدائية التي تجمع أسرا كاملة بداخلها.
هنا يرتجف الصغار في أحد المخيمات في لبنان، ويقف اللاجئون في طوابير كبيرة من أجل الحصول على فتات يبقيهم على قيد الحياة. يستنكر الكثير من اللاجئين قرارات بعض الدول من منعهم الدخول إلى بلدانهم ولو بطريقة شرعية، وذلك تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة. ما له حق بهالقرار، معناته هن بدعوا الديمقراطية وما في من هالأساس. نحن سوريين لاجئين، شو المانع إذا فتنا بطريقة شرعية على أمريكا أو على أي دولة أوروبية؟ يعني شو بيأثر عليه هو؟ وتقول المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة إن منطقة البقاع تستضيف وحدها أكثر من 360 ألف لاجئ أجبروا على مغادرة مدنهم وقراهم هربا من العنف الذي خلف أكثر من 300 ألف قتيل في سوريا منذ نحو 7 أعوام. نرفض، إحنا لشو؟ إحنا الشعب السوري لشو عمل؟ الشعب السوري شو عمل؟ مغلوب على أمره، ما بطلع بيده شيء الشعب السوري. يعيش هؤلاء ظروفا صعبة يكابدون فيها مرارة العيش، ورغم كل ما لحق بهم من أذى ما زال الصغار قادرين على اللعب ورسم البهجة. مثلهم مثل الكبار، الأطفال هنا يشاركون صنع الطعام، ولم لا وهم يتقاسمون برد الشتاء وخشونة العيش في العراء، يلاقون ما يلاقي الكبار. وإلى الشأن اليمني، قرر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي نقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن. يأتي هذا القرار نظرا للخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانياتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق علي صالح. قتل 2 من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي في غارة جوية شنها طيران التحالف العربي على موقع لهما في مديرية نهم شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، فيما تواصل وحدات الجيش اليمني مسنودة باللجان الشعبية عملياتها العسكرية في محافظة تعز وسط البلاد. هذا ونفذ التحالف العربي عملية إنزال بري وبحري في مديرية وميناء المخا بعد استعادة كامل السيطرة عليها. هذا وتتواصل المواجهات شرق مدينة المخا، حيث صد الجيش اليمني هجوما لميليشيات الحوثي وصالح التي تحاول استرجاع الميناء المطل على مضيق باب المندب. وفي العراق، قالت مصادر عسكرية إن تنظيم داعش، جاء ذلك خلال خطاب ترامب الأول الموجه للشعب الأمريكي. وأضاف ترامب أنه يعمل على تنفيذ وعود للشعب الأمريكي بتغيير واستبدال نظام الرعاية الصحية للرئيس الأمريكي السابق أوباما، مؤكدا أن قراره الخاص ببناء الجدار العازل الحدودي مع المكسيك لصالح الأمريكيين. وفي سياق آخر، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا برئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعاون بلديهما في سوريا لهزيمة تنظيم داعش واستعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أجرى ترامب مباحثات هاتفية مع ميركل استمرت لمدة 45 دقيقة، تناول فيها كافة القضايا وخاصة العلاقات الألمانية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن ترامب بحث العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وطوكيو في اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وفي فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى احترام مبدأ استقبال اللاجئين، وقال أولاند إن على فرنسا أن تقف بحزم في وجه تصريحات ترامب الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة ترامب بإعلان بريطانيا انسحابها من الاتحاد الأوروبي. قدمت وزارة الدفاع الروسية للمرة الأولى الطائرة ميج 35 المقاتلة الجديدة عبارة عن قاذفة تستطيع التعامل مع الأهداف الأرضية والجوية على نحو سواء، وتستطيع قطع مسافة تقارب 3000 كيلومتر في الطلعات الجوية الواحدة، رغم كونها أول دولة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد خدمة السيارات الخاصة في نقل الأفراد، إلا أن الخدمة تواجه تحديات كثيرة في باريس، خاصة مع الاعتراضات المستمرة من جانب سائقي التاكسي ومحاولات
لتعطيلها. في بلدة يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر، وتصل نسبة البطالة بينهم إلى 25%، كان على قاطنيها أن يبحثوا عن بديل يوفر لهم متطلبات الحياة. أوبر فيلي، إحدى الضواحي الفقيرة المتاخمة لباريس، يعمل أغلب العاطلين فيها في خدمة أوبر لنقل الركاب، ومنها انطلقوا إلى العاصمة الفرنسية، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً كما بدا لهم. القانون الفرنسي الذي يشترط ألا تتعدى ساعات العمل حاجزة 35 في الأسبوع، إلا أن بعض السائقين يقولون إنهم يضطرون للعمل فترات تصل إلى 105 ساعات للحصول على 200 يورو بنهاية اليوم. لا أرى عائلتي لفترات طويلة بسبب العمل، فأنت مجبر على التواجد في الطريق للحصول على دخل بنهاية الشهر. مع بداية انتشار الخدمة في فرنسا كأول دولة خارج الولايات المتحدة، بدأ الاحتجاج والغضب من جانب سائقي التاكسي، كان آخرها في ديسمبر الماضي حين أغلقوا بعض الطرق لمدة أسبوع قبل أن تتدخل الشرطة. أوبر التي بدأت في واشنطن برأس مال صغير، صارت اليوم واحدة من أكبر الشركات الرأسمالية في العالم، والتي يصل انتشارها في 523 دولة برأس مال يقترب من 100 مليار دولار. الفكرة تعتمد على تطبيق يتم تنزيله على هاتف السائق، ومن خلاله تقوم الشركة بربطه بالعملاء من خلال تطبيق مماثل، وبعدها تبدأ الرحلة. العديد منا لا يملك شهادات لأن أوبر لا تسألنا عن ذلك، فأنت مدير نفسك، فقط عليك التسجيل في الخدمة وتقديم بطاقة الهوية والسجل الجنائي، وفي خلال أسبوع ستحصل على العمل. نعمل على حل مشكلة تأهيل وتدريب السائقين، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. في العموم غالبية السائقين حصلوا على عمل لأول مرة في حياتهم، قد لا يكون أفضل شيء ممكن لهم، لكنه أفضل من لا شيء. الخدمة التي مكنت جيلاً متعطلاً من ممارسة مهنة ليست سهلة لكنها لائقة، وأنقذت في بعض الأحيان معظمهم من حياة البطالة بسبب الاشتراطات القليلة التي تطلبها الشركة للعمل من خلالها، لكنها باتت اليوم تواجه تهديداً كبيراً. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأهم العناوين. السيسي يعلن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر ويؤكد استمرار الحرب ضد الفساد والإرهاب. استشهاد 4 من عناصر القوات المسلحة في سيناء والجيش يتمكن من تصفية 20 إرهابيا. في أول حديث للشعب الأمريكي، ترامب يعلن أن قرار حظر دخول اللاجئين إلى بلاده غير موجه إلى المسلمين. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، انتظرونا على رأس الساعة.